المواطنين والسيدات الشباب في الامداد باختلاف الوانهم السياسيه على روح المسؤوليه ونضال الذات والمواطنات والمواطنين وكل من ساهم في الحرب او بعيد على روح التعاون والتجاوب والمساهمه وكل من ساهم في الحرب او بعيد في اخراج هذا الجمع الجماعي الى حيز الوجود وقل اعملوا فاشفعوا عملكم ورسولكم المؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيد الرئيس، سيد النشاط، سيد الاعضاء والحضور الكريم. في اطار الاعداد لعقد الدوره الاستثنائيه بتاريخ 8/9/2022 عقد اعضاء اللجان الدائمه المنبثقه عن المجلس الجماعي بمدينه بني ملال ثلاث اجتماعات مشتركه بتاريخ 1/2022، 5/2022 و8 اجتماعين 5 شتنبير و 1 شتنبير 2022 لدراسة مشروع برنامج عمل الجماعة برسم الفترة 2022-2027. عرفت هذه اللقاءات الاجتماعية الاثنين تداول مختلف النقاط بين مختلف الفاعلين اللي حضروا معنا لهذه الاجتماعات، والخلاصة أو توصية اللجنة كانت كالتالي: إن اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الجماعي بني ملال المجتمعة بتاريخ 5/9/2022 في إطار الإعداد لعقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 8/9/2022 توصي بتضمين مجموعة من الاقتراحات التي تقدموا بها مختلف الأعضاء ببنك المشاريع ورفع الملتمسات للمتدخلين المركزيين من أجل الدخول في شراكات لتتمين فرص إنجاز هذه المقترحات وعرض المشروع على أنظار المجلس لاتخاذ ما يفيد. وشكرا. شكرا سي وليد. أعطينا أختي الكريمة سي أحمد المهيري. أعطينا معطيات عامة على هذا المكان. شكرا سي الرئيس، سي باشا، السيدات والسادة أعضاء المجلس. كنرحبوا كذلك بالسي محمد الحطي مدير مشروع التنمية الجهوية الدامجة، والسي السلام الفقري خبير معتمد لمواكبة الجماعات على مستوى جيل التنمية الأخرى بينها جماعات بني ملال لإعداد مشاريع يعني برامج عمل الجماعة. إذن في البداية دائما نذكر الشيء اللي جاء في كلمة السيد الرئيس بخصوص المراحل اللي اقتحى إعداد برنامج او مشروع برنامج عمل الجماعه، واللي هذه التجربه هذه يعني فضلات الجماعه على انها تعتمد على امكانياتها البشريه يعني وامكانياتها الذاتيه، اي انه الموظفين والاطر ديال الجماعه هما اللي تكلفوا كل مراحل الاعداد ديال هذا المشروع. طبيعه الحال بتنسيق تام وفق ما تنص عليه يعني القوانين والانظمه الجاريه للعمل مع تنسيق مع السلطات الولائيه وكذلك مع الاخوان في برنامج التنميه الجهويه الدامجه ايزاد بي ام كا اللي واكبونا كذلك وما دخلوش علينا في اعطاء النصائح الارشادات ديالهم والملاحظات ديالهم من اجل اخراج وثيقه يعني لبرنامج عمل في المستوى المطلوب. بطبيعة الحال برنامج عمل كان عنده شعار هو انه اولا سيكون برنامج عمل واقعي، برنامج عمل اللي واقعي بمعنى ما معنى واقعي هي انه يراعي يعني الامكانيات الماليه سواء اللي ممكن تعبئها الجماعه ذاتيا او كذلك اللي ممكن انها تعبئ في اطار شراكات مختلفه ما بين الجماعه وباقي الشركاء العموميين، وكذلك هو قادم للتحقيق ويراعي كذلك بالاضافه الى هذا المعطى يراعي كذلك الطموحات والمطالب اللي عبرت عليها الساكنه ديال المدينه من خلال الورشات ديال التشخيص التشاركي اللي يعني تتم الاقامه ديالها في مختلف مناطق المدينه، وهذا الصدد لابد من اكد على انه تم يعني احتقار الورشات ديال التشخيص تم تقسيم المدينه يعني الى
خمسة محاور، الجهة ديال يعني الشرق والغرب والشمال والجنوب ومنطقة كذلك ديال الوسط، واللي مجموع يعني هذه اللقاء التشاورية أو المتناير ديال التشخيص